نعم، كما ذكرت ضحى، بالفعل بلينكن الآن قادما من فرنسا، يأتي إلى القاهرة في غضون الساعة أو الساعة ونصف القادمين، يعني سيبقى هنا في مصر لبضع ساعات، يلتقي فيها الرئيس السيسي ثم يتوجه من هنا إلى تل أبيب. من المتوقع أن تتركز أو يتركز اللقاء والمحادثات حول إعادة فتح معبر رفح. كما تعلمين، كان هناك لقاء ثلاثيا يوم الأحد قبل الماضي، يعني أصدرت فيه مصر عدة بيانات أو عدة بيانات صحفية أكدت فيها على ضرورة انسحاب إسرائيل من المعبر، ليتثنى لمصر أن تفتح المعبر مرة أخرى في حضور أو في وجود عناصر فلسطينية من الناحية الأخرى، لعدة أسباب من بينها عدم تكريس وجود احتلال إسرائيلي على هذا الجانب، وأيضا لضمان تدفق المساعدات. وحملت مصر إسرائيل عدم دخول المساعدات وطالبت بدخول على الأقل 350 شاحنة يوميا من بينها الغذاء والدواء والوقود. إذن هذا هو الموقف المصري الذي استمر منذ بداية دخول إسرائيل في رفح وأيضا احتلالها للمعبر في 8 أو 7 من مايو الماضي. مصر بتصر على هذا الموقف، يعني يتم الطرح المصري مرة أخرى ومحاولة إيجاد الحلول السريعة للاستجابة لدخول المساعدات وعدم ربط هذا بالهدنة، لأن مصر في هذا في الوقت نفسه أيضا بتتفاوض مع عدد أو بتتواصل مع عدد كبير من الفصائل. كان هناك جهاد والحركة الشعبية، وكان هذا يأتي أيضا ليس في إطار الهدنة فقط، ولكن ما بعد وقف الحرب والمصالحة الفلسطينية. ومصر لها تواصل أيضا مع حماس، مع قطر. إذن الوصول للهدنة والوصول أيضا لتطبيق خارطة الطريق أو المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن في نهاية الشهر الماضي، هذه هي النقاط يعني العريضة. ولكن التوصل لفتح المعبر هو ربما بيأتي على رأس أولوية المحادثات. بنعلم أيضا أن الرئيس السيسي سيلتقي مرة أخرى ببلينكن في يوم الثلاثاء القادم في المؤتمر الذي يعقد في المملكة الأردنية للمساعدات الطارئة لغزة، بوجود الرئيس محمود عباس وأنتوني غوتيريش من الأمم المتحدة. ربما يتواصل أيضا الحديث حول ما تم إنجازه في إسرائيل بعد لقاء بلينكن بالقيادات بنتنياهو وبالقيادات الإسرائيلية في محاولة لحلحلة هذا الوضع، لأنه كما تعلمين بعد اقتراح الرئيس بايدن كان هناك ربما يعني ما وصف بأنه تنصل من قبل إسرائيل لما قيل من وقف للحرب. إذن لابد من الالتزام بما جاء في مقترح الرئيس الأمريكي، وأيضا مواصلة السعي مع حماس لقبول هذا المقترح الذي كانت قد وافقت عليه بالفعل بحسب بيان الخارجية الأمريكية عندما دخلت إسرائيل إلى رفح. إذن هذه ربما الرحلة المكوكية، وهذا التواصل في الحديث مع مسؤولين أمريكيين. أنتوني بلينكين ربما بيأتي على قائمة أولويات الدبلوماسية الأمريكية للمحاولات التوصل إلى الهدنة، تبادل الأسرى، إيقاف الحرب، الإعمار، الانسحاب الإسرائيلي كامل من غزة. هذه الخطة العريضة التي تسعى لها مصر وباقي الدول الوسيطة، وأيضا التأييد العالمي لهذا المقترح. كان في تنصل من هذه الورقة كما قلت رندا، وحتى اتهامات من جانب إسرائيل بأن الورقة الأمريكية تختلف عن المقترح الذي قدمته إسرائيل، وأن المقترح الذي قدمته إسرائيل لا يحتوي على هذا البند المهم وهو وقف إطلاق النار. وبالتالي ردود الفعل في مصر، هل تتعامل مع هذه الزيارة على أنها يمكن أن تحقق أي اختراق أم لا؟ يعني الحديث عن اختراق في أي نوع من المفاوضات يعني هو الأمل، لأنه بدون هذه المفاوضات وبدون استمرار حدوثها حتى لو كانت هناك فشل في بعض المراحل، والأمل الوحيد لتحقيق الهدنة وقف إطلاق النار، إيقاف الحرب، الانسحاب الإسرائيلي. إذن هذا هو الهدف لكافة الدول العربية وأيضا لمصر التي تسعى لهذا منذ البداية. ومصر أيضا كانت قد عقدت كما تعلمين مؤتمر فورا أو بعد اندلاع
الحرب نحو 10 أيام لمحاولة الوصول لهذا الهدف. إذن حتى وجود إخفاقات لا يمنع من وجود الأمل في إحداث اختراق، وربما أيضا الضغط الدولي الذي نراه وهذه المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي التي يمكن أن تحدث نوعا من الضغط على إسرائيل لكي تلتزم بها، ربما هذا يعطي بعض الأمل في بالفعل وجود اختراق، وليس فقط من خلال هذه الزيارة في القاهرة ولكن من خلال جولته في المنطقة.